نستمع اليوم للاحتفال بلحظة ستبقى في ذاكرتنا تشهد الوحدة والفخر والتميز الرياضي، حيث سترفع رايات البلدان العربية المشاركة عاليا كرمز لقوة الرياضة العربية في تجاوز الحدود وبناء الجسور بين ثقافاتنا العربية الغنية. مبسوطين كتير بعودة الدورة العربية بعد 12 سنة غياب، والرياضيين وإحنا ككادر كمان البعثة متحمسين كتير لحفل الافتتاح بتواجد كل الدول العربية معانا في هاي البطولة، وبصراحة سعداء بتنظيم الجزائر حتى اللحظة برغم قصر الفترة فترة الإعلان عن تنظيم الألعاب. حالياً نشتغل على تأمين كل احتياجات البعثة الأردنية، ونتمنى التوفيق للبعثة الأردنية المشاركة وتحقيق الميداليات.